عيش الحومة العربي لمنا فيها وسهريات أحلى جو مش هكا بربي. مشاهدينا وفي قناة ميوزيكانا تي في التونسية وميوزيكانا تي في الشرقي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فان كلوب لطيفة عرفاوي. اليوم حلقة سبيسيال محبين الفان كلوب لطيفة عرفاوي، مرحبا بكم. اليوم نهار السبت وحلقة سبيسيال للجمهور لطيفة عرفاوي في وطن العربي. تحية لكم، تحية لكل مشاهدين ومتابعين وجمهور لطيفة أينما كنتم في تونس أو وطن العربي، مرحبا بكم في هذا البرنامج. خليكم مع برشا مفاجآت حضرت لكم، برشا مفاجآت، برشا اتصالات الهاتفية وبرشا دقائق وبرشا ضيوف اللي باش يكونوا معنا انتباعا على برنامج الفان كلوب للطيف عرفاوي. تحية لكم وبرشا اتصالات الهاتفية من محبين لطيف عرفاوي. كل هذا أكثر باش نشوفوها ونسمع أصواتكم أكيد تباعا على السكايب دعنا فان كلوب نقطة ميوزيكانا على سكايب، تشور تتواصلوا معنا أو تتفعلوا معنا على تويتر أد ميوزيكانا تي في، تشور تبعثوا مساجاتكم اقتراحاتكم ويظهر على الأسفل الشاشة المساجاتكم ومشاركاتكم مباشرة على الهواء. خليكم الآن مع كليب الأول للطيف عرفاوي وتغنيكم أهيمو بتونس الخضرة ورشاكم بوبا شرطان على قناة ميوزيكانا تي في، القناة التونسية الأولى والعالم العربي. خليكم الآن مع الفيديو كليب أهيمو بتونس الخضرة ورشاكم على قناة ميوزيكانا. Come on.
فيها وأقول وأغني. وأرفع هامتي فخرا بها تونس الخضراء. سمعناها انا وياكم الان عبر القناة وشفناها انا وياكم الان عبر قناة ميوزيكانا تي في. اهلا وسهلا مرحبا بكم اينما كنتم سوى داخل تونس او خارج تونس. فكركم بامكانكم تكونوا معنا في احد البرامج فان كلوب مختلف برامج التواصل معنا. تجو تتصلوا بنا على 00216938817. نكرر 00216938817 تكون معنا اكيد في التابعين في البث المباشر اثناء بث تسجيل البرنامج اللطيف العرفاوي. ومرحبا بكم عن طريق راسلونا عن طريق الايميل تاعنا contact@musicalandtv.in contact@musicalandtv.in التواصل معنا عن طريق الايميل تاعنا او صفحه على الفيسبوك اللي هو فان كلوب ميوزيكانا تي في او على طريق تويتر تاعنا. تجب تتواصلوا معنا وتتصلوا اهدائكم مساجاتكم للطيف عرفاوي فقط على @musicanatv. عنا ايميل مش اقرأوا الايميل في الانتظار لرسالتكم الهاتفية. مرحبا انا روسي انا شاب فلسطيني من محبين لطيفة حبيت اعرف متى لطيفة راح تزور العاصمة الفرنسية باريس وبحب باركلها سلف على صدور الألبوم الجديد. كلنا بانتظار الحدث وإن شاء الله ترجع وتتعاون مع مروان الخوري بالألحان وأكيد مع سعيد المروق بالأخراج وكثير وكثير مشكورين على استضافة الفنانة الخير عادية لطيفة. وشكرا كثير روسي من باريس. تحية ليك روسي تحية لكل المتابعين من باريس اللي قاعدين يدبعوا فينا الآن واللي أيضا لمحبين لطيفة عرفاوي ولكل المتابعين. في انتظار رسالتكم الهاتفية عندنا روبرتاجات بعد يكون جاهز من روبرتاج عملته اسمه مسعودة باش نشوفوه بعد لحظات. فعلنا ايميل يقول عندما تريد تحدث عن فنانة لطيفة يضيع منا كل الكلام لاننا
بكل لأننا بكل بساطة لا تستطيع أن تعبر أو أن تعبر أول جزئيا عن روعتها أو إنسانيتها فيها راقي. لقد أحببناها تونس رائعة، لحبنا لباث بلادكم الله يحميها. على ما أعتقد هناك اتصالات هاتفية باش ناخذوها من محبين لطيفة عرفية. ناخذ اتصال هاتفي مباشر. ألو 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 مرحبا. أهلين مرحبا، أهلا وسهلا. عم بحكيك من لبنان. مرحبا بيك، تحية ليك، تحية لكل أهلينا من لبنان. مين معي؟ معك فاطمة درويش. حبيت أشكركم على هالحلقة عن الفنانة الغالية لطيفة اللي مشرفة بلدها ومشرفة لبنان ومشرفة الدول العربية كلها، وتحية كبيرة لإلها، والله يعطيها الصحة ويحميها يا رب، ويزيد نجاح ونجاح. كلنا بانتظار الكليب والألبوم، وربي يوفقها بكل خطوة. فاطمة حكينا، نحكي شوي، نعملوا دردشة صغيرة. فاطمة فاطمة كيف انت لم تذكر اكيد الالبوم بتاعها جديد، احلى حاجة فيها. شو تستنى، ماذا تنتظر من البوم بتاعها جديد؟ نستنى كل خير وكل جديد منها، وكل نجاح يا رب، وكل شيء حلو، ونحن معودين عليها وعلى فنها الحلو والراقي جدا، وناطرين الخير منها، يعني ناطرينه على نار. وان شاء الله حيكون وان شاء الله حيكون احلى من كل توقعاتنا. نعم. انت فاطمة درويش، على ما اعتقد انت من عائلة لطيفة اونلاين، موقع لطيفة اونلاين. ايوه اوكي. انا هلا قطعت علي الايميل تبعك، وصلنا الايميل. حكينا شوية فاطمة، انت من عائلة موقع لطيفة اونلاين، حكينا شوية على موقع لطيفة اونلاين وعلى موقع على كل شيء. موقع لطيفة أونلاين مش مجرد بس موقع، هو عائلة بحد ذاتها، مثل ما لطيفة تفنينة هي تعتبرنا العائلة الكبيرة لإلها، وهي عن جد صحيح 100%، لأنه من خلال هالموقع صار عنا أخوة وأحبة وأصدقاء كتير مقربين، وبوجه لهم جميعا التحية من أدهم للكل. نعم. وسلوى وكلهم عن جد يستاهلوا كل الخير، وعن جد لطيفة مثل محبيها، إنسانيين خلوقين مهذبين بحبوا الخير للكل. يعني صحيح أنه الفنان بيترك طابع حلو عند الفانس تبعوله. نعم فاطمة بحكيوا شوية على لطيفة والأخبار. لطيفة كيف تصلكم الأخبار وتنزلوها على موقع لطيفة أونلاين لحظة بلحظة، وتنشروها على مواقع إلكترونية أخرى؟ لطيفة هي معنا لحظة بلحظة من خلال تواصلها معنا، إن كان بالإنستغرام وإن كان عبر الموقع، واللطيفة ناو ولطيفة عرفاوي، وهي متواجدة معنا فعلا لحظة بلحظة، وما بتدخل حتى باللقاء علينا. يعني لما تتواجد بلبنان، الحمد لله أنا شفتها 3 مرات أثناء تسجيل، وكان فيي شوفها أكثر لولا ظروف صارت عندي بالبيت. يعني ما عندي حاجز أو بلوك بينها وبيننا نحن المحبينها، الحمد لله. وهي يعني بيزيدك فخر لما تكون ماشية معك ومع فنانة وتقولها هول عائلتي هول عائلتي. يعني هاي شغلة كتير حلوة منها. نعم فاطمة. فاطمة شو تحب تقول للمحبين، محبين لطيفة أونلاين؟
اوكي شكرا ليك فاطمة، كنت معنا. اهلا وسهلا، شكرا ليك فاطمة. فاطمة كنت معنا الين على الخط مباشرة على الهواء على قناة ميوزيكال تي في. كما قلت انقطعت المكالمة، وكانت كانت فاطمة تحكي على الموقع عائلة فان كلوب، أو عائلة الموقع لطيفة أونلاين. مش نعاود نحكي باختصار يعني الموقع، باختصار الإيميل تبع فاطمة، الاسم مجبورين نعمله تكون فاطمة على المجبورين تكون فاطمة تسمع اتصالها الهاتفي المباشر. على كل حال نقل الايميل مباشرة، بعد تكون معنا مش يكون معنا الاتصال به. نختو معنا على ما اعتقد اتصال هاتفي اخر، على ما اعتقد اتصال هاتفي من امارات. قل الو. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن اتعرف؟ ايه معك ندى غانم. ندى، اهلا وسهلا يا ندى. من وين؟ من الامارات. انا بحكيك هلا من ابو ظبي، بس انا لبنانيه الاصل، عايشه بابو ظبي. تحية ليك، تحية ليك نادية، تحية كل أهلنا من لبنان ومن أبو ظبي ومن كل الوطن العربي اللي قاعدين يتابعونا الآن على قناة الموسيقى. أنا نادية، أحكينا شوي، خبرنا شوي على مسيرة باختصار على لطيف عرقي. عفوا بتعيد السؤال لأنه ما سمعتك منيح. تحكينا شوي على كيف تعرفت بلطيفة، كيف دخلت الفان لطيفة عرفاوي وكل شيء يعني. لطيفة العرفاوي أو المعروفة بتعرف باللغة العربية بلطيفة التونسية، هي كانت فنانتي المفضلة من الصغر، يعني من سن المراهقة كنت انتظر ألبوماتها، اشتريهم واستمع عليهم وعيدهم وكررهم مرات عديدة، يعني لحد سنة 2004 اكتشفت او بالاحرى عرفت بموضوع الفان كلوب او الويب سايت الخاص فيها، انضميت لهم. مع الوقت سحل لي لاول مره التقي بالفنانه الغاليه لطيفه ببيروت تقريبا بسنه 2008، وقت اللي دعتني لاحضر تصوير واحد من الفيديو كليبات اللي كانت تصورها بلبنان، وفيديو كليب من البيت. كان هذا اللقاء الاول بينه وبين لطيفه، وبعدين طولت بعدين لقاءات بأمنات أخرى يعني. نعم ندي، حكينا شوية على أجواء، يعني أجواء حفلات لطيفة في الإمارات وكل شيء، ما تتابعها، تحضر حفلات خاصة في لطيفة ولا؟ بعد من الأجواء المعجبية ومحبين لطيفة إن كان بالإمارات، هي مثل أي الأجواء الموجودة في كافة الوطن العربي، يعني أكثر الوطن العربي في كثير أشخاص هم بيحبوا لطيفة وبيستمعوا وبينتظروا جديدة دائما. مثل ما بتعرف هلا، يمكن تواجدها بحفلات يمكن أقل من غيره من غير بلدان، ولكن هذا ما بيمنع إنه عنده جمهور عريض موجود بهذا البلد وكثير ناس بيحبوها. نعم اوكي. السؤال كمان كان، تفضل انت اتفضل. شو كمان سألتني؟ شو حابب تقول في الختام انت؟ انا ما شاء الله كثير من المتصلين حابوا يكونوا معنا في المباشر، شو تحب تقول انت في الختام للمحبين او اللطيفة اللي حيثيت؟
أكيد بحب أوجه لها تحية لفنانتنا الغالية لطيفة، وبتمنى لها دائما كل التوفيق يا رب. وأكيد نحن منتظرين على نار جديدة، الألبوم الجديد اللي حينزل قريبا هو ألبوم أحلى حاجة فيها. كلنا كل محبي لطيفة، ومثل ما بتسميهم هي عائلة لطيفة أونلاين، مش معجبين أو نادي معجبين، عائلة لطيفة أونلاين، كلهم بحبوها، بوجهوا لها تحية ومنتظرينا، وبتمنوا لها كل التوفيق ودائما إن شاء الله من نجاح لنجاح. نعم نديه، شكرا لك نديه، شكرا لك على مشاركتك. على كل حال تحية لك نديه، وتحية لكل متتبعين من الإمارات. على كل حال فاصل نمشي والتقرير والروبورتاج من محبين لطيف عارفي من تونس، التقرير والروبورتاج عملته أسماء مسعودة، وبعد أسماء مسعودة نخسو اتصالاتكم هاتفي مباشرة. أنا مش يكون معنا اتصال هاتفي مباشر من سعودية، خليكم معنا، ابقوا معنا، لا تتغيروا قناة ميوزيكانا تي في. نشوفوا الروبورتاج، بعد الروبورتاج نشينكم في الأجواء المباشرة في الستوديو فيزيك في الفضاء المباشر في الفان كلوب للطيف عرفي. تفضلوا. تتفكرش الحومة العربي لما فيها وسهريات، أحلى جو مش هكا بربي، أحلى صيفيات عدات. دو نوت كارتي دو لابغي زيدي سواغي إدي زيتوال كي إكليغي نوت دي سواغ دامور كي نسي. كيف العرفاوي أحسن فنانين عنا في تونس، معروف الوقت عبي كالتاج وأحسن غنيتها إن شاء الله إن شاء الله. لطيفة العرفاوي فنانة ممتازة، يعني ديما نشوفوها في المهرجانات، وإن شاء الله تجيب كارتاج السنة وتشرفنا بحضور. سنة طيبة إن شاء الله، باش من إن شاء الله يعني نلقاوها مع نشاط، تعملنا باش أغنيات. والله لي هاي ريتا، ريتا ممتازة جدا الحقيقة، يعني كانت رائعة، يعني يعطيها الصحة تخدم ربي معها، نحبوها كنا فيها نحبوها. تنشيط باهي زادة في التنشيط، فنانة ممتازة. خدت لها مرتين في كارتاج، عبينا وقتها يجي سبعة ليه. بعد روبرتاج قصير فيه الحوم في الكليب الحومة العربي للطيف عرفي، والروبرتاج من جمهور ومحبين لطيف عرفي واللطيفة التونسية. على كل حال تحية لكم، تحية لكل متتبعين قناة ميوزيكانا تي في شرقي وقناة ميوزيكانا تي في التونسية، لأن البرنامج يتبث على قناة ميوزيكانا تي في شرقي سهرة السبت، وقناة ميوزيكانا تي في التونسية يعاد البث يوم الأحد إن شاء الله. على كل حال مسنا معكم مباشرة على الهواء، معنا اتصال هاتفي مباشر عن طريق سكايب من الآن، معنا إيمان من هي مصرية ولكن عايشة من السعودية. من الرياض، أهلا وسهلا إيمان. أهلا بحضرتك، إزيك، إيه أخبارك؟ تمام الحمد لله. أنا سعيدة باستضافة الفنانة لطيفة، أنا بحبها تقريبا من 20 سنة. ما شاء الله، من 20 سنة. ما شاء الله ما شاء الله. أنت قد إيه عمرك يا إيمان؟ أنا عمري 29، يعني من وأنا طفلة 9 سنين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يلا إيمان حدثنا شوي، كيف حبيتها يا لطيفة، وكيف أنا هي أغاني لطيفة تعجبك؟ انا حبيتها من اول البوم انا ما تنسيش، كانت ساعتها طبعا الالبوم كان ناجح جدا، ومن ساعتها يعني بدات اتابعها واحبها، كانت مميزه وحضورها حلو وصوتها جميل وصار الاغاني جميله، وفضلت اتابعها بقى وابستها مرتين، فكل ما بقابلها يعني اكتشفت انها انسانه رائعه، مش بس فنانه جميله ومتواضعه وبتحب جمهورها جدا، يعني بحس ان انا مع واحدة صديقة دي، مش فنانة مشهورة. ولسه
لسه بتابعها وفي انتظار الالبوم الجديد بقى يا رب ما يتاخرش ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ايمان حدثنا شوي على معلومات صغيره شوي على الالبوم الالبوم في حكايه فيا اي البوم البوم من الاخير تبع لطيفه هو اخر البوم كان البوم مع الزكي ده البوم الخليجي ولسه الالبوم المنوع منتظرين ان شاء الله نعم اوكي اوكي لطيف اوكي ايمان ايمان شو تحب تقول لطيفه اذا كان لطيفه تبعنا الان شو تحب تخبرها اقول لها اني بحبها جدا 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 برشا 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 وبتمنى لها النجاح والسعاده في حياتها وبقول لها ما تاخرش علينا الالبوم عايزين نسمع الجديد بتاعك ويا ريت ينزل في السعوديه ما يتاخرش عن باقي الدول يعني زي مصر ولبنان وتونس يا ريت ما تاخرش وينزل برضه في السعوديه واحنا كلنا انتظار ويا ريت تقول لنا بالظبط الالبوم هينزل امتى. احنا مشتاقين نسمع الالبوم. ان شاء الله عن قريبا. ان شاء الله اذا كان عندنا معلومه اكيد راح يخبرنا يمكن بعد شوي باش يكون معنا اتصال هاتفي من ادهم راح يخبرنا اكثر تفاصيل للالبوم كل شيء اوكي؟ ان شاء الله يا رب في الانتظار وان شاء الله تبقى حلقه قويه وموفقه وبدايتكم جميله وشكرا على تواصلكم معانا في احترام للمعجبين واحترام للفنان ربنا يوفقكم شكرا لك ايمان تحية لك وشكرا على اتصالك الهاتفي المباشر على كل حال مثلا معكم مباشرة على اتصالاتكم الهاتفية ورسائلكم ما شاء الله برشا اتصالات الهاتفية باش يكونوا معنا اكيد بعد قليل في البث المباشر نقرا عن اتصال هاتفي من لبنان ونخليك معنا على الخط اللي انا باش يكون معنا عنا رسائل من ايميلات باش اقرا الايميلات اللي بعد نستقبلوا اتصالاتكم الهاتفية معنا ايميل من بشار الاخوة العرسية اشكركم لاهتمامكم في ابنتكم العروس القرطاش لطيفة التونسية احببتها منذ الصغر وتعرفت على تونس من خلالها واصبحت اعرف بعض مقردات التونسية منها وتشرفت بسيارة تونس من عام 2008 بسببها وكانت أول متينة صرتها فهي سيدي بوزيد لقيام لطيفة بحفلة هناك من جمهورها من لم يستطيع الوصول لها في قرطاج فقابلتها هناك لأول مرة وجها لوجها كانت أول كلمات سجلت مني لها باللغة الفرنسية مع العلم بأني لا أتحدث بها ولا أعلم من أين هطلت تلك الثقافة الفرنكوفونية حينها. لطيفة في صدد استار ألبومها الجديد بعنوان أحلى حاجة فيا ويثم أغنية تونسية جميلة جدا وأتوقع أن تكون مفاجأة للجمهور التونسي بسبب مفردة مستخدمة بها. أشكركم اللي دحت الفرصة للتعبير عن حبنا اللطيفة وحبكم لها. بشار من الكويت تحية ليك بشار شكرا ليك على إيميلك الخاص بك. نختم الاتصال اوكي اتصال من لبنان انقطع على كل حال ننتظر منكم اتصالاتكم الهاتفية مباشرة على الارقام التالية 0021693881887 0021693881887 او على سكايب تاعنا فان كلوب نقطة ميوزيك انا وعلى الصفحة على التويتر صفحة على تويتر @موسيقانا تي في @موسيقانا مرحبا بكم على كل حال. مثلا معكم فاصل غني من عرض شوال الكليب جاهز نشوفوه الان بنص الجو
لطيف عرفاوي. شوفوا الكليب ونعشيكم على قناتكم ميوزيك هنا تي في باش تستقبلوا اكيد اتصالاتكم الهاتفيه مباشره برشا مفاجئات. ويمكن في الانتظار يكون معنا اتصال هاتفي من ادهم مباشره من الاردن. خليكم معنا فاصل ولنعوده ومع كليب من لوس الجو ولطيف عرفاوي. بنص
الجو لطيف عرفاوي سمعناه انا وياكم الان عبر قناه موزيكال تي في وفي الفان كلوب لطيفة التونسي. مرحبا بكم، مرحبا بكل متتابعين اينما كنتم سوى داخل تونس او خارج تونس. مثلا معكم تبارك الله برشا اتصالات الهاتفيه توصلنا الان على سكايب وعلى طريق الاتصالات الهاتفيه اللي هو 0716 9381887. معنا اتصال هاتفي من لبنان، معنا سلوى من لبنان. اهلا وسهلا سلوى، مرحبا بيك سلوى. للاسف الاتصال انقطع عن جرى، سلوى تذكرت تتصل بنا لتكون معنا اكيد في البث المباشر. على كل حال مثلا معكم شفنا قبيله شوي الكليب الكليب بنص الجو لطيف عرفي سبحان شفناه انا وياكم الان على قناه ميزيكانا تي في التونسي وميزيكانا تي في الشرقي. على كل حال اذا كان سلوى تابعنا يلا شو تتصل بنا الان مشان تكون معنا اكيد في الاتصال الهاتفي المباشر. على كل حال مثلا معكم على قناة ميوزيك أنا تي في، فاصل قصير ولا نعود. يلي حاسبني عليه ده حبيبي اللي بعد النغم رجعنا لكم على قناة ميوزيكانا تي في وفي البرنامج فان كلوب وخاصة بلطيف عرفاوي. معنا الآن اتصال هاتفي مباشر مفاجئ للفان كلوب لطيف عرفاوي. تنشوفوا بعد شوية الفيديو بعد لحظات شو الفريق والفريق العاملين تاع لطيف أونلاين شو حضرونا. معنا اتصال هاتفي مباشر الفنانة التونسية سوليف معنا على الخط مباشرة على الهواء. عسلامة سوليف. ألو عسلامة. مرحبا بك سوليف. ومرحبا بك مرحومة. عايشك يا قولي لي باش عطيتني فرصة باش نتكلم على لطيفة. عايشك سوليف، مرحبا بك سوليف عبر قناة ميزيكانا تي في لأول مرة. سوليف شفناك عندك تواصل وعلاقة متميزة مع الفنانة التونسية لطيفة عرفاوي. احكي لك شوية الصديقة انت وبينك وبينها، وهي بلوس تتعادك في برنامج يلا نغني على MBC1. هي لطيفة من زغرتها تحبني، يعني تحب غنية وكانت تغني لي، وكانت بغيرة ما تغني اكثر ما تغني غنية وتحبني برشا، وانا نحبها برشا لان فنانة اولا متقفة ومرموقة، وفنانة خلق وخلاق، يعني خلاقها طيبة ومتثقفة فنيا ومتثقفة حتى، وبالنسبة لها صوتها ممتاز، يعني غنيت كل الألوان الموسيقية، غنيت القصيد، غنيت الأغنية الخفيفة، غنيت الفلكلورية، غنيت الأغنية الدسمة، غنيت يعني الأكبر ملحنين حتى عبد الوهاب كان معجب بصوتها. نعم.
فأنا فخورة بها لأني هي تونسية ومثلت تونس على أحسن ما يرام في القاهرة وفي البلدان الكل اللي مشات لهم مع الفنانين الملحنين الممتازين اللي غنت لهم. هي غنت التونسي، هي غنت المصري، هي غنت الخليجي، هي غنت الليبي، يعني في كل الحاجات هذوما تلقاها، تلقى لطيفة يعني أداء طيب و يعني بالنسبة لي أنا لطيفة ممتازة، فنانة كبيرة، فنانة ممتازة، فنانة تستاهل كل الشكر، لأن إذا مش نقول فيه مجاملة نقول فيه واقع، نقول فيه حقيقة، يعني فنانة جميلة، يعني أنا بالنسبة لي أنا خلق وأخلاق وصوت وكل شيء، كل شيء كل شيء. سليف نحكيو شوية، شو تعطيك نصايح ولا شو تعطيها أنت نصايح لطيفة عرفيك مغنية كإنسانة؟ والله أي الحق لطيفة ما تستاهلش نصايح، لأن هي تبركنا ذكية مثقفة فنية وذكية، لكن أنا أقول إن شاء الله يا ربي بعد عليها أولاد الحرام وبنات الحرام، وإن شاء الله يا ربي من التألق يا مزيد من التألق هي متألقة، وإن شاء الله ديما تقعد في العلالي، تقعد لطيفة يعني ديما مستواها الفني عالي وراقي، وهذا تشرف تونس ديما وتشرف كل البلدان العربية، خاطر هي تعيش في القاهرة ويحبوها وكل مناسبة متاع مصر تكون هي محاضرة. أنا نقول يا ربي شاء ديما تقعد في تعلقها ونجمتها ديما تقعد تلامي، ويا رب خليها لنا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. سليف شو تحب تقول للطيف عارفين؟ نقول لها راني توحشتك، ونقول لها كان جيت لتونس لازم تطل عليا، ونقول لها كان أنا مشيت لمصر نشوفك ولا في دبي، ونقول لها راني توحشتك ونحبك برشا. وش راح تقول الجمهور المحبين لطيف عرفاوي اليوم حلقة سبيسيال فان كلوب لطيف عرفاوي؟ وش راح تقول لهم؟ شكرا، انا اقول لهم شكرا على اللي حب لطيفة، لان اللي حب لطيفة فنان وسميع مستواه راقي، اللي مزيد من الجمهور نحب مزيد من الجمهور لطيفة خاطر تستاهل. شكرا لك سليف حبيبيك في كل وقت، نورتنا اليوم في حلقة سبيسيال فان كلوب لطيف عرفاوي. إن شاء الله عن قريب تكون منورة، تكون بحثينا في الستوديو إن شاء الله. عليك إن شاء الله، شكرا جزيلا لكم، شكرا لك وشكرا لكل العاملين مع حضرتك. عايشك، شكرا لك سليف، تحية لك مع احتراماتي، وتحية لكل المستمعين ولي أيضا للفنانة التونسية سليف كانت معنا مباشرة على الهواء. تحية لكم وتحية لكل المتتابعين ومتتابعات لقناتنا، مرحبا بكم. خليكم الآن مع مقتطفات بسليف. سليف تحكي ما بينا، هي سليف شيت في البرنامج يلا نغني على ام بي سي 1 مع لطيفة، يغني ويحكي نشوفوا هذا الروبرتاج. ريد الغالي معديك يا سيد، ريد الغالي ريد الغالي وجابلك الصابر في مجرى عينين، معديك يا سيد أسيت آه يا غالي. وينك الغالي؟ الله عليك. مسينا معكم بعد الفاصل، رجعنا لكم في البرنامج المباشر، برنامج فان كلوب لطيفة التونسية. مرحبا بكم، مرحبا بالسادة المستمعين ومشاهدين ومتابعين لطيفة عرفاوي، مرحبا بكم أينما كنتم في هذا الفضاء المفتوح. مسينا معكم في البث الحي، ومسينا معكم سلوم، نحاول في اتصال سلوم ما تنجمش تكون معنا اتصال هاتفي مباشر، لكن سلوم ارسلتنا ايميل تقول سلام وتحيه من سلوم من بيروت لفخرنا لطيفه ومن سيرتك ان شاء الله اطيب تمنيات ونجاح نجاح بكل اعمالك. تشهد لك موسيقار اجيال رحمه الله بحري صوتك، تغني وتقول كما قال لرقي العنوان مشكورين لاستضافة فنانة كبيرة لطيفة. محرس من محرس ميلاد تونسي يعيش في مونريال
Écoute, maintenant à Montréal, c'est 7h30 du matin, donc Ahla Sbih, ma Ahla Latifa, je voudrais dire Latifa Tunisia, Watabka Tunisia, et on est fiers de toi, Latifa Rabbi Maak, Bint de Tunis, Al Ghalia, et Inch'Allah, on te fera cet été au festival de Carthage. Please, Latifa, je voudrais entendre Fil Ghorba. Fanani, comme dédicace à tous les Tunisiens résidant à l'étranger. Fil-Ghorb, Ezekiel Moutouest Amelé, je vois, Ezekiel Moutouest, je vous le clip, مش موجودة لكن الناس مقطع من أغنية في الغربة ولا شيء كنت فاضي الناس ميوزك ريحة البلاد يابا ورد وياسمين يابا يابا ريحة البلاد يابا ورد وياسمين يابا يابا ريحة البلاد يا أخويا أغلى من العين وريحة البلاد يابا ورد وياسمين يابا يابا ريحة تونس يابا ورد وياسمين يابا الغربة سمعنا أنا وياكم الآن مقدرة في من أهدي تديكات سبيسال تديكات أهدي خاص لمحرس من مونريال تحية ليك محرس وتحية لكل متتابعين من مونريال اللي قاعدين يتابعوا فينا الآن اتصال مويلي ألو السلام عليكم وعليكم السلام صباح الخير أو مساء الخير مساء الخير صراحة أنا شاهدت أنت تتصل معك أسماء من ليبيا أهلا وسهلا أسماء تحية ليك تحية لكل أهلينا من ليبيا تفضل أسماء الله يبارك فيك انا مش عارفه اذا كان انا اتصلت على البرنامج الصحيح ام لا انت سمعت من انت انت اسمع انت على الهواء مباشره اسمع بس برنامج فان كلوب لطيف عفيف لطيف العفو معك لطيف الان معك لطيفة في البرنامج يعني لا لطيفة مش معنا على الهواء بس هي البرنامج هو فان كلوب مخصص للمحبين لطيفة عفيف اوكي معك اسماء محبي لطيفة العفاوي في ليبيا حبيت نسلم عليكم ونسلم عليها ونسلم على كل محبيها في الوطن العربي ونقول لها انا اسماء وانت عرفتني ما فيش داعي نقول اللقب من والله صراحة هي حتسمع التسجيل هذا ولا كيف؟ نعم هي حتسمع اللقاء هذا ولا مش حتسمع يعني؟ لا حتسمع انت ايه على الهواء؟ انت احنا كنا نسمعك توا شكرا لك شكرا لك أسماء تحية لك تحية لكل مستمعين ومشاهدين من ليبيا على كل حال مثلا معكم مباشرة على الهواء وأثناء بث تسجيل برنامج لطيفة العربية ولطيفة التونسية تشوفوا الكليب الحومة العربية تتفكر
عرش الحومة العربي لما فيها وسهريات أحلى جو مش هكا بربي أحلى صيفيات عدات دو نوت كارتي دو لابغيزة دي سواغي دي زتوال كي اكلغي نوت دي سواغ دامور كي نسي يا ولدي بلادي أمين موا دون دون فاردي فيفغ لا ماجي أو كور دي الحومة العربي وين ما نمشي نخلي في الحومة كبيرة عرفوها كل الجيران فاحت كيفها كل ياسمينة ريحتها في كل مكان ايموا جولييت تو لي فوازان اي لور كوزيت سي بور تون امور كو جو سوي فات كون جو تو ريفوا لا تير ساغريت يا ولدي بلادي امين موا دون دون فاردي فيفغ لا ماجي او كور دي الحومة العربي وين ما نمشي نخلي قلبي روحي في الحومة العربية يا 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 معكم واخيرا سلوى حاليا في الاتصال معنا الاتصال هاتفي مباشر وخلينا مع قبل شوي الرسالات على الايميل والان حاليا سلوى مباشره من بيروت في الاتصال هاتفي المباشر من بيروت. اهلا وسهلا سلوى. يعني بدي وجه تحيه كبيره لكم لاستضافتكم لطيفه الفنانه الكبيره اللي يعني ما في لزوم الواحد يحكي عنها اللي قالوا عنها المرحوم عبد الوهاب موسيقار الأجيال شو ما قلنا ما حنا نوفيها حقها. إنسانة راقية محترمة صاحبة مسيرة واضحة ونهج واضح وأعمالها بتشهد لها من رحابنا ليوسف شاهين ل لكل الكبار العمالقة بليغ حمد كل اللي تعاملت معهم حتى هلأ بأعمالها جديدة مع دياد يلي ننتظر إن شاء الله يكون لها تعاون معهم. نعم سلوى. سلوى أيوة. سلوى شهدت يعني
مقتطفات من فان كلوب لطيفة لطيفة حدثت شوية على كنتي خلال الفيديو أثناء تصوير الحلقة، يعني أثناء تصوير الحلقة يلا نغني. أحكي لي شوية، حدث لي شوية كيف كانت المقابلة بينك وبين لطيفة التونسية. أول مرة أنا قابلت لطيفة بالتصوير يلا نغني، بس كان قبل في اتصال معه ببرنامج خليك بالبيت وبعدة لقاءات إذاعية. يعني توجت اللقاءات بتصوير يلا نغني، إنسانة راقية مثقفة بكل معنى الكلمة، محترمة عدا أنه فنانة. والحمد لله أنه قدرت أحضر التصوير، سبع حلقات من التصوير. وشو عملنا ضمن كافيها لفخر لطيفة، فخر محب بيها. نعم. فلو شو تحب تقول لطيفة التونسية؟ شارة كيد تبعنا في جيدي سهرة، سهرة خاصة لفان كلوب لطيفة التونسية، وماذا تبدأ سهر في الألبوم الجديد؟ أيوة سلوى، ألو تسمعني؟ أي شو خبرتك ماذا تنتظري بالفيديو كليب، ماذا تنتظري بالألبوم الجديد في حكاية فيا للفنانة التونسية لطيفة عرضاوي، وشو حابب تقول لطيفة الآن على موسيقانا؟ الو 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 عم تسمعني؟ ايه بس عم بقطش الخط. هلا احلى حاجه فيا، بالنسبه لاحلى حاجه فيا، احكي لي على انتظارك في الالبوم بتاعها الجديد. احلى حاجه فيه بالنسبه بتوقع له جوائز عالميه، لا احلى حاجه فيا بتوقع له مثل مطرحش بعيد، لانه التيتر اللي شفناه المشاهد التشويقيه بتدل على كثير رقي وبتوجها خبره فخرنا لطيفه وصوتها واحساسها وادائها الحلو مع المبدع وليد نصيف. بتوقع له ان شاء الله العالميه وجوائز، ويعني غيبه السنين ان شاء الله حتى رجعها بالقوة. نعم سلوى، كلمة ختام شو تحب تقول؟ نعم بالنهاية شو حاب تقول؟ الو الو خبرتك بالنهاية شو حاب تقول؟ على كل حال تحية لسلوى من لبنان، كانت معنا أكيد في اتصال هاتفي مباشر على ما أعتقد اتصال مش واضح عندها هي. على كل حال مثلا معكم في الفضاء مباشر في هذا البث ثاني تسجيل البرنامج لطيفة عرفيبي وفان كلوب للطيفة. على كل حال بدأتوا تتواصلوا معنا على الاتصالات الهاتفية على 77216-93-1887 وعلى السكايب دعنا اللي هو فان كلوب نقطة ميوزيك أنا، فان كلوب نقطة ميوزيك أنا، تكونوا معنا أكيد في البث المباشر على السكايب دعنا، وإلا عن طريق عن طريق تويتر، صفحات عن تويتر على هو أد ميوزيكانا. على كل حال نشوفوا لطيفة عرفيه بس تغنيكم، ما تروحش بعيد، ما تبقوا معنا، ما تروحوش البعيد، لطيفة تغني ما تروحش بعيد من World Music Award. From Egypt, please welcome لطيفة. حبيب ما تروحش بعيد يا حبيب، أنا عايزك جنبي حبيب، قرب من قلبي حبيب، قرب لي كمان.
presenting the award from the bold and the beautiful, the most watched television show in the world, Danielle McVicker. Thank you. Latifa! Oh! Hey, it's okay, may I kiss you? Okay. Sure. Thank you. Yes. Thank you. So, Latifa, one of my favorite places in the world that I've visited because of the bold and the beautiful is Egypt. And it was a pleasure to see you then, Thank you. Thank so it's my much. Honor to say Mabruk. Congratulations. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you, everybody. Thank you very much. I'm so honored to be here with you in Las Vegas. Thank you. I would like to thank my producer Mohsen Gaber, Frederic Jacardo, and all Alam El Fan team. I dedicate this trophy to my country Tunisia and my lovely country Egypt. And especially to all my fans who given me the love and thank you, me too. Who live, and especially to all my fans who have given me love and support without which I would never be here with you. And really, really my happiness remains incomplete until Palestine and Iraq are freed. Thank you. May God bring peace and justice all over the world. Thank you very much. Shukran. Shukran. Thank you. Merci. Thank you very much. Thanks. Thanks. Thank you. شكراً. بشكر كل حبايبي الجمهور الغالي اللي رغم كل آلامه في فلسطين وفي العراق وكل البلد العربية كانوا واثقين فيا جداً وكانوا معايا في كل لحظة. بشكركم جداً. ألف ألف شكر. بهدي داليكو أنت. Thank you. شكراً. Thank you. Tell in Arabic. شكراً. شكراً. مبروك. مبروك. A bad word is good word. Good word. Sure. مثلا معكم على قناة موسيقانا تي في التونسية وموسيقانا تي في الشرقي. مرحبا بكم. مرحبا بكل المتتابعين والمتتابعات اللي يتابعونا. باش نشوفوا برشا فيديو كليبات في اخر برنامج ان شاء الله. باش نشوفوا الكليب ان شاء الله. باش نشوفوا كليب يا غدار. وباش نشوفوا كليب أسمر وكثير من كليبين إن شاء الله. مش حاول قلت المستطاعة أن هما كليبين اللي يختاروها من مخرج باش نعديوها إن شاء الله تبعان عبر القناة الموسيقانا تي في التونسية وموسيقانا تي في الشرقي. على كل حال كان معكم كمال. شكرا اللي تابعتوا معنا في هذا اللقاء المفتوح والبث المباشر في الفان كلوب لطيفة عرفيوي لطيفة التونسية. على كل حال نتقابل إن شاء الله أسبوع القادم نهار لحد مع الثمانية على قناة موسيقانا تي في التونسية وحلقة الفان كلوب للفنانة التونسية صوفيا سالق على قناة موسيقانا تي في التونسية. وإن شاء الله بشتعود تجدد على موسيقانا تي في شرقي وموسيقانا تي في التونسية ببث واحد إن شاء الله. أيام السبت والحد والسبت بشتكون على موسيقانا تي في شرقي وأيام الأحد هو الإعادة البث البرنامج على موسيقانا تي في التونسية. كان معكم كمان نتقابل إن شاء الله أسبوع القادم نهار الأحد مع ثمانية دقائق على قناة موسيقانا تي في التونسية ومع الضيفة والحلقة خاصة للنجمة الفنانة التونسية صوفيا سيطق. عفوا نشكركم على حسن الانتباه والمتابعة ونقول لكم باي باي. حيلة يا لبا روح عدي
Let's go.